ومرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله. لا أريد أن أطيل عليكم، فأنتم في شوق إلى الاستماع للشيخ رشيد، جزاه الله خيرا، نرحب به مرة أخرى ومرات كثيرة، ونقول يا ليتنا لو جئتنا لعلمت أن الضيوف وأنفرد منزلي، وقد جاء الشيخ وهو أهل لهذا المسجد، وهو من أبنائه وهو من أبناء الجزائر، وسيتفضل الشيخ مشكورا مقبولا بهذه الكلمة والنصيحة والموعظة، وهي بعنوان إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله سبحانه وتعالى يسلم قلوبنا جميعا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وجعل الله الجنة متقلبكم ومثواكم. السادة الحضور وعلى رأسهم حتى لا أنسى المسؤولون عن هذه الولاية الكريمة من رئيس المجلس الشعبي الولائي، رئيس الدائرة، ومندوب البواسطة الجمهورية، وأمين المجلس العلمي لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف، وباقي الإخوة الحضور من المسؤولين عن هذه الولاية، والإخوة الحضور وإمام هذا المسجد والشيخ سمير الدكتور. أشكركم على هذه الدعوة والاستضافة وهذا الترحاب، وفي الحقيقة لا يسعني في هذا المقام إلا أن أقول ما قاله صديق هذه الأمة رضي الله عنه أبو بكر: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله
وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوة الكرام، يسعدنا في هذه الليلة أن نلتقي بكم ونتدارس كما قال شيخنا مجيزة قبل قليل، نتدارس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن في أمس الحدث إلى ذلك. أعيد، نحن في أمس الحاجة إلى دراسة القرآن ودراسة السنة، والحمد لله أن هذه البلاد العاملة بمساجدها والعاملة بأهل مساجدها نجتمع هكما ترون، الحمد لله نجتمع وفي أمن واستقرار، ما عندنا حتى مشكلة، الأمور تنظيمية. نجتمع الآن نقرأ القرآن، نأتي على تفسير بعض آياته، نقرأ الحديث، ما عندنا حتى مشكلة. ووالله العظيم هذه من نعم الله تعالى على هذه البلاد، وإني أدرك ما أقول، هذه نعمة من نعم الله الجليلة العظيمة على هذه البلاد. والجزائر جزائر بلاد الإسلام، وأهلها أهل الإسلام، وهذه أيضا نعمة أخرى. وهكذا النعم تترى علينا نعمة تلو نعمة أخرى، وهذا من فضل الله علينا سبحانه وتعالى أن نجتمع وأن نتعلم. وبالمناسبة والأساتذة ومسؤولين الدولة قالوا الآن نحن صار الإمام يوما في السنة يذكر من خلاله مناقب الإمام الجزائري في بلاده، وهو يتحدث عن الإسلام وعن القرآن وعن السنة. أقول لكم والله العظيم، شوف هذا المسجد هذا كم هو رحب واسع، ومن هذا المسجد بإمكاننا أن نخدم الأمة. ما قدموش خدمات جليلة لأمتنا. الإمام الآن الإمام في حوزته عند المحراب، هذا للإمام، وعند المنبر، وعند الكرسي، وعند المدرسة القرآنية، وله النشاط الحر في مسجده، ويقدم للأمة شيئا عظيما. واستأمناه على أعظم شيء في ديننا، وهو الصلاة من ورائه، فصار أمينا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا له بالرشاد والهداية، فقال اللهم أغفر للمؤذنين وارشد الأئمة. هذه دعوة مباركة من سيدنا رسول الله، أن رسول الله دعا لنا بالرشاد ولرشد ربي، فقد أنعم الله عليه بنعمة جليلة عظيمة. وقال ربي في القرآن الكريم أولئك هم الراشدون، اللهم اجعلنا منهم. فمؤذننا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمؤذنين، والمؤذن مؤتمن على ماذا؟ على أمرين، على وقت الصلاة فهو أمين، فلا يؤذن إلا عند دخول الوقت الشرعي. والأمانة الثانية، قديما كان الإمام يرقى السطح، ما كان عالي
قبل هذه الميكروفونات ومكبيرة الأصوات، يرقى المكان العالي، ربما لما يصعد ذلك المكان تبان السطوح والبيوت نتاع الناس، فهو أمين على عورة الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال والإمام أو المؤذن مؤتمن، على ماذا؟ على هذا الأمر. والإمام ضامن، وهذا كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أئمتنا وفي مؤذنينا، والحمد لله رب العالمين. فاللي يحب يخدم الرسالة ما كان له ينط، احنا نقوله في الشرق ينط، بالجزائرية يقولوا ما كان له الصوت يروح بعيد، خاص لما يجي صوت وينط راه يطيح، وإذا طاح صعيب عليه به يوقف. انظر هذا الخير الذي في حوزتك، ها لقيته الآن في الدخلة، لقيته واحد يقول هذا بطاقة تعريف وراك داخل، لا هي مجاملة ولا محاباة ولا مداهنة، فيه في الباب، كاين في الباب، هات بطاقة التعريف وراك داخل، ما فيه. احنا في بلدنا الآن وربي كرمنا بنعمة، والله أقسم لكم بالله أنا عشت العشرية السوداء كما قال السيد رئيس المجلس الولاية، أنا عشتها أعرفها ونعرفها مليح. والآن إذا حدثتني عن هذا الأمن، الأمن اللي راه في الجزائر الآن، ندير لك درس من الآن إلى طلوع الفجر وأنا نهضرك على الأمن. قديما قالوا اللي شاف الموت، شاف الموت يقولوا له عندك الحمى يقنع بها، والله يعز وجوهكم. واللي شاف الثعبان، ثعبان في البرية شاف ثعبان، واللي خاف من واش؟ يخاف من الطرفه. فالرسول عليه الصلاه والسلام يقول في الحديث الصحيح ليس الخبر كالمعاينه. انت عشت واحد جا خبرك، معليش خبرتني انا عشت هذاك الشيء. ولهذا اللهم لك الحمد والمجد ما شاء الله، راه عامر والناس في طمأنينة وسكينه، وهذا من فضل ربي سبحانه وتعالى علينا، ثم بفضل الصالحين والعلماء والناس المخلصين لهذه البلاد الطيبة المباركة أن وصلنا إلى هذه النعمة. فنسأل الله من صميم قلوبنا أن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، وبها قبل أن نلجا إلى صلب موضوعنا، بنعمة الأمن والاستقرار ما كان لنا أن نجلس الآن وكان ما كانش أمن وما كانش استقرار في بلادنا، ما نقدرش نجتمع الآن، وأنا ما نقدرش نجي من العاصمة البومرداس. لماذا؟ السبيل على الطريق ماهوش آمن. نقول كيفاش نوصل لنا الجماعة؟ ما نروحش، يمتلكني الخوف، ما نروحش الجماعة، ما نقدرش نجيكم، علاش؟ الطريق ماهوش آمن. لكن الآن بإمكانك بعد صلاة العشاء عندك طريق راك مسهل، تلم ولادك وتلم عيالك وتحكم وسيلة النقل تاعك وتروح متوكل على ربي وما تخافش، وراك آمن في بلادك الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف. وفي آية من سورة النحل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. يا ربي أسألك وألا تردنا في هذا الدعاء أن تديم علينا نعمة الأمن والاستقرار. وإمامنا في مسجدنا، إمامنا في مسجدنا هو قدوتنا، فإمامنا يجمعنا وإمامنا لا يفرقنا، وإمامنا هو الذي يسعى جاهدا في تأليف القلوب والصلح بين الناس، إمامنا هو الذي يوصل لنا، وإمامنا هو الذي يدعونا ويدعو لنا،
لأن هذا من الأمانة، من الأمانة يدعينا، يدعينا إلى الله. وفي نفس الوقت لما يكون ساجد ولا هو لا في الدعاء يدعو الله لنا، هذا هو إمامنا، ونسعد بإمامنا وهو يؤمنا وينشر الخير في أوساطنا ويأخذ بأيدينا إلى سبيل النجاة، وإمامنا هو الذي يعيش معنا ويحتك بنا. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، هذا هو إمام. الإمام تاعنا مش عايش في أبراج مشيدة وعالية ولا نراه إلا من يوم الجمعة وما لنا علاقة به، لا، إمامنا في محرابه في مقصورته، إمامنا في الشارع وفي السوق، ونلتقي به ونطرح عليه انشغالاتنا وهو محتك بنا وإحنا محتكين به، هذا هو إمامنا. فإذا كان مجال الصلاة علمنا الصلاة، وإذا كان مجال الأحكام الشرعية أخذ بأيدينا وعلمنا الأحكام الشرعية ويربينا ويزكينا ويؤدبنا، وهذه مهمته، ومهمته مأخوذة من مهمة الأنبياء والرسل الكرام. قال الله عز وجل من سورة الجمعة: هو الذي، هو الله جل وعلا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. والأمة في حاجة إلى الاجتماع. وحتى كنا لما كنا طلبة عند مشايخنا، ومن باب الاعتراف بالفضل لأهله، اللهم اغفر لأساتذتنا ومشايخنا يا رب العالمين، لما كنا طلبة رفدين ذاك الدفتر ذاك نكتب عن مشايخنا، قالوا: ومن عقيدة أهل السنة والجماعة شو يرون؟ يرون أن الاجتماع، الاجتماع اجتمعوا على ماذا؟ على طاعة الله وعلى طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. الاجتماع نعمة، والاختلاف، الاختلاف نقمة. واش حنا لا نحسن إلا الاختلاف؟ ما كاش حتى، ما في شيء يجمعنا، يعني ما كاش حتى تجمعنا، يعني إلا ما يفرق الصفاء ويشتت الكلمة. كثيرة هي الأمور التي تجمعنا. الآن صلينا المغرب من وراء شيخين، هذا واحد إمام، هذا الجمع هذا كله خلف إمام واحد في صلاة واحدة بحركات موحدة. ما هوش الإمام راح وحده وساجد، قال جعل الإمام، أو سيدنا عليه الصلاة والسلام يتكلم، إنما جعل الإمام إيه؟ قال لي ليؤتم به، أو ربي داركم إمام ليؤتم به. بعدين قال فلا تختلف على إمامكم. والمسائل هذه اللي فيها شيء يفرقنا ولا يحدث لنا حاجة في الجامع خليها ما نديرهاش. لو كانت تروحوا للمشرق، في المشرق تصلوا صلاة المغرب تسلموا، يسلم الإمام، تلقى جماعة دخلت دارت إمام وصلت. يا أخويا ربي سهل ولكل وجهة هو موليها. احنا الآن هنا في بلدنا عندنا الإمام الراتب الذي عينه الإمام. الإمام كنقولوا في الفقه ولا في السياسة الشرعية، الإمام يعني حاكم البلاد اللي هو رئيس الجمهورية. بصح رئيس الجمهورية ما يقدرش يهبط المساجد الكل يصلي بها. إذا قال الحاكم ومن ناب عنه، احنا الآن نوب عن الحاكم. الآن العقود الشرعية، العقد يديروا الإمام، صح مليح يديروا الإمام، الرئيس يهبط يزوج كل الناس ما يتأتاش. هو قال النبي صلى الله عليه وسلم: والتي لا ولي لها، كيطيحوا في امرأة يتيمة، والتي لا ولي لها فإمام المسلمين ولي لمن لا ولي لها، يزوجها القاضي وهو إمام، ويدير لها بين قوسين في العرف الجزائري الفاتحة، يقول الفاتحة يديرها الإمام. هذا كلهم نابوا عن من؟ نابوا عن الإمام. الدنيا ماهيش غابة، الدنيا ماهيش فوضى. كان عندي والدي جدي
مرة وأنا صغير، وقت عرفوا الشباب والحماسة والعاطفة الجياشة، كان يقول لي يا رشيد يا ابني ترضاها ترضاها، حاكم جاير ولا بلاد هايمة. وسمعت أنا منه يقدر ربي أني نرفض مجموع الفتاوى تاع ابن تيمية، وأنا كنت موظف في وزارة الشؤون الدينية، من أوقات كانت الوزارة تجيب هذا الكتاب هذا وتوزعه على بعض الناس حتى مجانا، بحكم أنا موظف في الوزارة في الثمانينات. أديت نسخة في المجلد 28 منه، نلقى الكلام تاع والد والدي يسطره ابن تيمية رحمه الله، الإمام الحاكم. فجعل الإمام، علاش ربي دار الإمام؟ ما نقدروش ندير جامع عمر جامعة جامع، علاش جامع عمر جامعة؟ جامع عمر جامعة أولا هذا الشيء يمس حاجة في الإمام، يقول كيفاش أنا صليت بهم وجا صلى بنا، ولربما واحد ما عنده علاقة غير طيبة مع الإمام، يقول مستنى ويسلم ونجيو، جامع نتفرج. ولو عندنا زوج جمايع في الجامع، عندنا جماعة الإمام الراتب وعندنا جماعة غير الإمام الراتب، ملا سدا لهذه الفرقة وواحد الحوايج فيها خلطة، خلينا جماعة الإمام الراتب، ومن جاء وقد وجد الإمام قد سلم ينفرد في زاوية من زوايا المسجد ويصلي وله أجر الجماعة. جعل الإمام ليؤتم به، فلا شوف فلا تختلفوا، خلونا تعبنا شاب شعرنا منها، فلا تختلفوا على إمامكم، يعني أنت تصلي بصلاته لا تختلف عليه. وكان من عقيدتنا أننا نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر. يقولوا وراك رايح، يقول راح صلي مسجد، يقول له ما تصليش مراك أي ما تأسسي بي، ما كانش مشكلة، احنا قابلين هذه الكلمة أي ما تأسسي بي. هذه كلمة نتاع خبث نتاع مكر، حابين يديروا جدار عازل بين الأئمة، وهذا الجمهور هذا. قلوا وين؟ قلوا هذه كلمة عسيسيبي، معنيش الإمام محبوس، وين راه محبوس؟ محبوس في المسجد. إمامنا يأتينا إلى صلاة الفجر مع المؤذن ويؤدوا المهمة ولا المهمة، وبعدين ينظرون في المدرسة القرآنية في حلقات التعليم، وبعد ذلك عندهم صلاة الظهر والعصر والمغرب، وما عندهمش توقيت معين. الإمام يجي واحد يخرجوا من الظهر يقول له كاين عقد الزواج، كاين جنازة جينا نسألك عنها، عندنا خصام، عندنا طلاق، عندنا، والإمام حاضر. وبعدين أنا أيمن تعسيسي، ألا يحق لنا أن يكون لنا راتبا شهريا في هذه البلاد؟ ولا نخرج ونطلبوا كنا نصلوا بكم خلصونا يرحم والديكم. كلمة خبيثة. والآن الأستاذ اللي راه يقري لك وليدك في الثانوية هو عنده سي سي بي، ترسل وليدك يقرأ ولا ما يقراش؟ هي جاوبني. وانت انت انت في ذاتك راك استاذ في الجامعه وعندك سي سي بي، فكيف رضيت بذلك؟ وراك تقري الشريعه في الخروبه، اي من سي سي بي خارجين من المله احنا. الحمد لله اني امام في الجزائر، والله العلي العظيم احمد الله على انني امام. الان عندي ازيد من 38 سنه وانا امام في الجزائر، وافتخر بذلك. ولما نروح للعمره والحج نقول انا جزائري. انت جزائري؟ انا جزائري، انا مش جاي من المشتري ولا الزهره ولا جاي من القضاء، انا من الجزائر. وانت؟ انا امام في الجزائر، ونصلي بالناس ونخطب في الناس وندرس الناس. يمدوا واحد الصور، يمدوا واحد الامور تاع تنفير لاحداث القلاقل والبلابل. الامام يجمع امتنا على طاعه الله وعلى طاعه رسوله، ويشوفها امور خلاص دعونا مساله خلاف، خلاص خلونا من الخلاف هذا.
هي قبلة جماعتنا الآن، هي قبلة. فمن صلى صلاتنا استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا. واش نقول هذا كلام شيخ رشيد؟ هذا من صلى صلاتنا استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، سبحان الله العلي العظيم. فجميل باش نعمر المساجد، والأجمل أن نقتدي بأئمتنا، لأن الأئمة تاوعنا الآن ونحسبهم كذلك، وما نحسبهم وما نعموش الكلام عن الناس الكل. نعم هناك بعض الصور لكن الشاب يحفظ ولا يقاس عليه. كاين أئمة ما شاء الله، عندنا أئمة دكاترة جزائريين، وأنا نعرف أئمة راهم معايا الآن في القطاع دكاترة في الشريعة، وعندهم المنبر وعندهم المحراب وعندهم كرسي التدريس، والشهادة نتاعهم دكتور في أصول الفقه، والحمد لله رب العالمين، وتسخر بهم البلاد وتفتخر بهم البلاد، ويعلموا وينشروا الخير وما شاء الله وكذا، لكن ماهمش منضويين، ماهمش منضويين تحت فلانين ولا جماعة ولا حزبين. يا ودي السماء راهي طويلة وعريضة، خافوا ربي يا. سبحان الله العلي العظيم، ما كان لا حزب لا جماعة لا ما كان، تهنى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، هكذا بالقرآن، وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يقول الشيخ أبو بكر بن العربي في كتابه العواصم من القواصم المالكي، يقول باللي سيدنا عثمان، وهذا المسجد مسميه سيدنا عثمان بن عفان، بالمناسبة هذا من خيرة الصحابة، وكان فيه واحد الخصلة يحبذ لو كانت تكون في كل الجزائرية، كان فيه خصلة نتاع الحياة، كان فيه الخصلة نتاع الحياة ما تنجمش واش نعبر لك عليها. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمة أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأحياؤهم عثمان، وأفرضهم زيد، وأقضاهم علي، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة عبيدة. وإذا حدثكم ابن مسعود فصدقوه، وعليكم بعهد عمار. هذا النبي الآن يثني على صحابته، وكل واحد من الصحابة هما أجلاء وكبار، هما مشايخ هما جبال رضي الله عنهم وارضاهم، بالحرام كل واحد كان فيه منقبة يتميز بها. الميزة اللي كان في سيدنا عثمان رضي الله عنه الحياة بحياة، حتى مرة رضي الله عنه وأرضاه دخل أبو بكر على رسول الله، استأذن، قالوا من؟ قالوا أبو بكر، قالوا له دخل. سيدنا عليه الصلاة والسلام كان متكي هكذا. مرة ثانية استأذن، قالوا من؟ قال عمر، فأذن له فدخل. المرة الثالثة اللي طبطب الباب واستأذن هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. لما دخل سيدنا عليه الصلاة والسلام عوض الجلسة نتاعو، كان مسترقي، لما دخل عثمان سقم الجلسة نتاعو، قعدوا هذا المفر في بيت رسول الله ثم انصرفوا. جاءت عائشة قالت له: دخل أبو بكر وأنت مسترقي، ودخل عمر وأنت مسترقي هكذا. لما دخل عثمان سويت جلستك. قال: يا عائشة، ها يا عائشة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ها يا زيد، ولذا الحياة كله خير، والحياء من الإيمان، والحياء لا يأتي إلا بخير، والله يرزقنا ويلبسنا لباس الستر ولباس الحياة. ولذا في سورة الأعراف قال: ولباس التقوى ذلك خير. سددنا من المفسرين قالوا: لباس التقوى هو الحياء. ومما حفظ الناس من كلام النبوة الأولى: إن لم تستحي ها فاصنع ما شئت. كي تكون تحشر ذاك الحياء يحبسك يمنعك، ما تتصرفش كما تحب انت،
كنا واحد الملتقى نتاع الامام الشاطبي في دار الثقافه في الجزائر العاصمه. كان حاضر معنا شيخنا وامامنا احمد حماني. قال لك صلاه المغرب نتوقفوا باش نصليو. ذوك بيني وبينكم، بيني وبينكم راح يصلي المغرب، شكون الامام؟ ميسكم انتم شكون؟ باين شكون الامام، باين ولا مش باين؟ شيخ المفتي نتاع الدولة الشيخ أحمد حمد شيخ، وذاك هو عالم والربيع راهي غلطة فيه، والله غير عالم وعالم جليل. وفي الملتقى الفكر تاع تمثال أظهر عما في جعبته من العلم، والجماعة اللي كانت قاعدة طرشقت عينيها وحلت فمها، وهذه بضاعتنا. راني نقول وعالم وعالم خسارة برك، حنا اللي تاوعنا ما نقراولهمش، حنا نحبوا التليفون، نحبوا البرية والتليفون من برا، هذا واش نحبوا. شغل هنا 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 ما كانش، يعني سامحوني دوك نقولوا شيخ حماني. الو السلام عليكم شيخ، سؤال. يا ودي واش بيك؟ ولاه الجزائر كل ما فيهاش واحد يجيبك عن حكم الوضوء، والله غير عباد. شيخ مسألة في صلاة الجمعة، وليه الجزائر هذه عقرت؟ ما تظنيش رجال علماء يجاوبوك في موضوع الجمعة. تقولوا شيخ متصل من الجزائر أسألك عن حكم غسل الجنابة. يا لطيف. وعلاش أئمتنا ما عندهمش الكفاءة العلمية باش يجاوبوك عن موضوع الجنابة؟ وش معناتها هذا؟ هذه الاتصالات هذه القناة الفلانية والقناة الفلانية، وإحنا بضاعتنا وين نديروها؟ ولا زمار الحي لا يضربون بضاعة تاعنا، ما صراحة لازم نهيه ولازم كذا ولازم الطيارة ولازم علاش علينا شي هذا؟ قتلوا وحدة هذه حقيقية، قتلوا شيخ سؤال قال تفضلي، قتلوا زوجي يمنعني من الذهاب إلى الحمام. قال إيش؟ لهجة شرقية. قال إيش؟ قالت له شيخ زوجي يمنعني من الذهاب إلى الحمام. في الشرق الحمام عند طاش هو؟ واش هو الحمام؟ الله يعز وجهكم بيت الخلاء. وحنا عندنا الحمام هذيك المكان اللي يروحوا يغسلوا فيه يطهروا فيه أرواحهم. قال هذا مجنون، هذا زوجك هذا مجنون يمنعك من الذهاب إلى الحمام؟ شوف هي تقصد شيء هو في عرفه يفهم باللي الحمام المتعارف عليه في عرفهم، وش هو الحمام؟ قال له هذا مجنون يمنعك من الذهاب الى الحمام، لا تسمعي له ولا تطيعه. صح العادة محكمة، وكاين أعراف عند الناس، كاين أعراف تعارفوا عليها. نوليو لشيخنا، جينا نصليو المغرب، شكون الإمام؟ أو قالوا باللي الشيخ أحمد حماني حاضر، الله، وكان رئيس مجلس الأمن الأعلى، وكان هو اللي حكم الفتوى في بلادنا. في رمشة عين، واش رانا هنايا الكومبلوات؟ الكودي طبعا الكودي، واحد ناض أذن والآخر طبع واحد، وقامت صلاة قام صلى الله أكبر، والشيخ هذاك بالبرنوس تاعو ولباسه التقليدي وكذا، ويشوف فكان من أمره، خاطش على بالك العالم. العالم يا العالم واسمو عالم، يا والله غير حبينا ولا كرهنا، واسمو عالم حكم الصف وبقى ستر على روحه ودخل معنا وكبرنا. اللي صلى بينا، اللي صلى بينا قلنا امين الفاتحه، قال اقرا باسم ربك اخر السوره فاسجد، هيك فاسجد واقترب. على الخلاف المعروف في مذهبنا، في مذهبنا ومذهب الشيخ اللي يفتي به ما كان السجدة. صاحبنا قال فاسجد واقترب وهبط. واش راح نديروا؟ تبعنا. كملنا. قال الشيخ الإمام، قال واش درت يا وليدي؟ قالوا سنة سنة، حتى الحوار ما نعرفش نحاوروا بعضنا. سنة سنة سنة، وعلى هكذا هكذا سنة سنة. يروح نقعدوا. قل هل لكم من علم فتخرجوه لنا، يروح قنعنا خويا بن امه، يروح علمنا نتعلموا منك يا سيدي، يروح ربينا خذ بايدينا. لا سنه سنه، على بالي راح تقولي المذهب المالكي والدليل اقوى. قال له يا ولدي
اليوم الذي وقفت فيه على هذه المسألة والدك لم يخطب أمك، أبويك مازال ما خطبش أمك، كي عرفت أنا هذه المسألة فعلى رسلكم وبالعقل القصد القصد تبلغ، يقولوا خاوتنا القبائل يقولوا سل عقل كان ثورة، نروح غير واحدة واحدة ونصل إلى بر الأمان، وإن شاء الله ربي وصلنا إلى بر الأمان وربي من علينا بالهداية. وهذاك العلم، هذاك العلم، العلم النافع والعمل، والعمل الصالح. وزيد لما تعلم العلم، سامحوني يا المشايخ انتم حاضرين وانني غنى، لما تعلم العلم ماهوش كل علم تقوله وفي اي مجلس، ماهوش اي علم عرفناه ماشي في اي مجلس نقوله وكل ما تعلمناه نذكره. كاين احوال، كاين اماكن، كاين ازمنه، راك قاعد مع المشايخ وطلبه العلم والاساتذه والدكاتره وراح تذكر من ادلتك ومما تعتقده ومن مذهبك، وهم يكلموا فيه لان مستوى راه فوق. وكاين طيح فيه وسط ناس يا ودي ماذا بك غير وين لهم كيفاش يصليوا برك، حاب ديرهم اكل انت في طلعه واحده، حاب تلمهم اكل في قفه واحده، ما يتاتى لكش، ما يتاتى هذا. أروح نقول لسيدنا عثمان، سيدنا عثمان جاء إلى موسم الحج، كي نكونوا في منى الحمد لله راكم تعرفوا كاين اللي حج فيكم واللي ما حجش الله يحج، جاء صلى الصلاة نتاع الظهر صلاها ربعة، وفي منى الظهر يصلى ركعتين، راحت الجماعة هربت لعبد الله بن مسعود وقالوا له هذا عثمان بن عفان راه صلى بالناس وأتم الصلاة. سكت سيدنا عبد الله بن مسعود لأنه سمع عثمان حاجة. جاءت صلاة العصر، أدركت صلاة العصر عبد الله بن مسعود هو في منى وحاضر في صلاة عثمان، فصلى بصلاته. قالوا له جينا سقسيناك، قلت له الصلاة في منى ركعتين، حضرت الصلاة الآن، صليت بصلاته، كان المفروض تصلي ركعتين برك، ما تصليش بصلاة عثمان. يروح نوصل هذه الرسالة للناس، يروح نقولوها لهم. قالوا دعوني، ما دعوني، خليوني اتركوني، دعوني، الاختلاف ها الاختلاف كله شر، لا نحسن الا الاختلاف. وزيد حتى اذا اختلفنا كيف نختلف، ها كيف نختلف، ما هي اداب الخلاف بيننا؟ بالسب والشتم والطعن في اعراضنا، هذا هو الخلاف. إلا من نوافقك على طريقة ما، ولم نقل بقولك، ولم نرى ما ترى فلان 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 بالعقل. رانا نروحوا ليه، هذه الأيام هنا قصيرة وأيامها معدودة. واسمعوا يا خوتي في الله، جميع اللي قال فيه واحد كلمة فهموا مليح الحديث، ها جميع اللي قال في واحد كلمة إذا ما تحللش منه هنا يوجد روحه للسؤال والجواب. كاين سؤال وهات الإجابة نتاعو، عباك باه تسلك لازم الإجابة تكون صحيحة، واللي ما جابش الإجابة صحيحة راه عارف بينه وبين ربي واش كاين. فلان فيه كذا، والله حضرنا بعض المواطن واحد يهضر على واحد والله ما يعرفه، أقسم لكم بالله العلي العظيم وأنا في بيت ربي وربي يسمعنا ويرانا، غير شخص يتكلم فيه، شخص يتكلم فيه وأنا نقول له هكذا، نقول له تعرف أنت فلان؟ قال لي كيما تجيبي، وذاك فلان اللي يهضر عليه مساميه، والله غير اللي يهضر عليه غير راه مساميه، مساميه مسامي الساق للساق وفي خضل في خضل وكتف لكتف، وانا نزيد ناكد له وقلت له انت تعرفه؟ قال لي سنين وسنين هو قاعد قدامه، وعندي شهود مفتشين تاع شهود دنيا، لان كنا في ملتقى في زيرالدا، كنا في ملتقى
انا قاعد منه وسيدنا المفتي الحاضر وانا ناكد له نقول له انت تعرف فلان حتى قل في هذا الكلام؟ قال كيما جيبين عارفه والسيده ويسمع ويشوف. واش تقول لربي؟ يا لسانه يا لسانه قل خيرا تغنم، اسكت اسكت تسلم من قبل ان تندم. والحمد لله الله يبارك عليكم من كل جمعه، وهذا الظن تاعي فيكم خاطش انا نظن فيكم غير الخير برك، حاجه اخرى ما نظنهاش فيكم ابدا. الظن تاعي فيكم من كل يوم جمعه تهزوا المصحف وتقراوا الحمد لله الذي انزل على عبده الكتابه، وتجيوا الى قول الله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وجد روحك والله غير السلاك ليه غير ساعة صعيب صعيب ياسر ياسر ياسر. وجد روحك. وشيخ سمير اللي لقى الدرس نتاعنا وتلاقت مناسبة في مناسبة وحنا نهضروا على الأئمة والعلماء والمشايخ، وقال الدرس نتاع الليله راه سلامه القلب ولا سلامه الصدر، وجاب الايه الكريمه من سوره الشعراء يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. في حديث حسن وهو في المسند وهو في سلسله الاحاديث الصحيحه أنه لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. لا يستقيم إيمان عبد، الإيمان تاعك لا يستقيم حتى يستقيم قلبك. مش تعرف واش يساوي هذا القلب في هذا الجسم اللي ربي كرمنا به، وهو مضغة كما في الصحيحين، مضغة إذا صلحت هذه المضغة صلح سائر الجسد كله صالح بإذن الله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولذا قال ابن رجب وغيره من العلماء قالوا هذا القلب هو الملك والأعضاء هي الجنود، تأتمر بأمره وتنتهي بنهيه. فالمعول أنش نعون على سلامة صدورنا وقلوبنا، سلامة الصدر. القلب واش فيه؟ هنا ما نقدروش لانه غيب تاع سيدي ربي، ما يقدرش واحد يقول لا واحد او في قلبك ما يقدرش، لكن لهيه اللي راهي حاجه اخرى. لي كاين ايتين، الايه الاولى قال تعرضون لا تخفى منكم، ما كاينش القران هنا ولا يا دروا سيدي خايفين مني ولا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه، هذه واحده. والزوجه قال يوم تبلى السرائر، السرائر اللي رانا مخبينها لداخل تبلى تكشفوا، وكيساعدك تشوف القلوب واش راهي رافده. وانت ربي انت ربي طالبك بماذا؟ طالبك بسلامة صدرك وقلبك. يا ربي راه ما وكلكش على الخلائق، احفظ هذا كلام السادة العلماء، ربي ما وكلكش بالخلائق بالناس، تعرف ربي بمن وكلك؟ وكلك بنفسك. حتى في القرآن الكريم قال اقرأ كتابك كفى بنفسك عليك اليوم حسيبا. انت بر الخلائق الناس هذو يحاسبهم ربي، يقبل منهم ما يقبلش منهم، يعذبهم ما يعذبهم، كما قرأ شيخنا في 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 صلاة المغرب من سورة المائدة ان تعذبهم فانهم عباد، وانت ما عندك دخل وانا معاك، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. وبالمناسبه جاء في حديث صحيح سيدنا عليه الصلاه والسلام وحد الليله قام الليل، وسيدنا لا يترك قيام الليل عليه الصلاه والسلام، وتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، وحنا ربي ان شاء الله يوفقنا لقيام الليل. نحبس ها؟ معلش صبرا جميلا برك، انني نهضر واصبر برك، دوك نصلي العشاء ونفركتوا باذن الله تعالى. صبرا جميلا وهذا في ميزان حسناتكم ان شاء الله.
أكبر. سلامة الصدر طهارة القلب، هذا الذي تعول عليه، وهذه قربة وطاعة، وعليها ينبني الخير كله. قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أفضل الناس؟ واحد يقول أفضلهم الذي يقوم الليل، واحد يقول أكثرهم صياما. فمن أفضل الناس؟ هكذا قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل له: من أفضل الناس؟ قال: صدوق اللسان مخموم القلب. هذوك اللي كانوا معاه كانوا يحبوا ديما الأسئلة نتاع الخير، خاص كاين أسئلة وأسئلة. كي تجي تقول لي أنا يا تقول لي هو قال إلا إبليس وذريته، تقول لي تزوج إبليس، وأنت مزوج ولا ما مزوج؟ وماذا ينبني عليها؟ ولذا قيل هذا السؤال الإمام الشعبي، مش سقساو هذا السؤال هذا، قالوا: ذلك عرش لم أدعى إليه. وش هو الفائدة؟ قالت لمنة: أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. جاء السائل قال: وهذه النملة التي كلمت سليمان، هذه ذكر ولا أنثى؟ أنت وش فراك؟ احنا عندنا منا في الشرق هكذا يقولوا الكلمة هذه، يقول: وش فراك أنت؟ هي ذكر ولا أنثى؟ أنت ما تعجبش من النملة يا رب العالمين؟ لمن تحدث سليمان؟ ما تعجبت من هذا؟ وجيت تسألنا هذا السؤال، وهذو أصحاب ما نذكرش البلاد، ما نديرش البوليتيك أنا، منا هكذا يا اللي سألوا هذا السؤال هذا، قالوا: أنتم زهدوا في دم الحسين يا رب العالمين. دم الحسين وليد سيدنا علي صب بن سيدنا علي صلى الله عليه وسلم، هذا وليدها، زهدتوا في دمه، زهدتوه.
اندبتولو وقتلتو وجاي نسقسيو على الدم نتاع النملة التي كلمت سليمانة، هذه النملة هي ذكر ولا أنثى؟ شوف الأجلة، شوف المستويات. قال له واحد، قال له راه سبك فلان وهدر فيك. قال له العلم الذي تعلمته، العلم الذي قال له ليش تعلمته؟ فعلمي يمنعني أن أرد عليه. ما العلم رباني والله ما نقلب عليه، راه يروح على روحه ذكر في رجعه. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم شوف المستويات، قيل له أفضل الناس؟ قال أفضل الناس صدوق اللسان بصفة المبالغة، صدوق اللساني يعني الصدق ظهر فيه سجي الله يبارك. هي قال ومخموم القلب، هنا تعرف للقرآن ثق لغة العربي، قال هما سادة العربية شافوا كلمة قالوا وما مخموم القلب يا رسول الله؟ قال القلب، القلب التقي، التقي النقي الذي لا غل فيه، لا غل فيه ولا حقد ولا حسد. حط الآن قلب ماشي انت، نحط قلوبنا في ميزان هذا الحديث ورانا ندور. تقي، تقي نقي ما فيش الغل وما فيش البغضاء وما فيش الحسد، مراتبنا عند الله أنا وأنت أخويا هذا والسادة الحضور، مراتبنا عند الله بماذا؟ بقلوبنا عند الله، وكل واحد شحال يساوي قلبه عند رب العالمين. وفي القرآن تقرأونا من سورة الحجرات يا أيها الناس، أن الآية تعجبني بزاف، تعرفوا علاه؟ احنا فينا القبائل وفينا العرب وفينا التوارق وفينا وفينا وفينا، اذا قعنا والله ما يحبك شعره من راس. انا نروح على تيزي والزر على بجايا، الاصل نتاعي عينا من الامازيغ، ما تحرمت ليش انا هذه؟ علاه؟ الدين تاع ربي فوق هذا الاعتبار كل، ان خلقناكم من ذكر وانثى يزيد وجعلناكم شعوبا وقبائل هي لتعارفوا ان اكرمكم عند الله باه باه الله يرحم والديك، إن أكرمكم عند الله إيه أتقاكم التقوى. وين التقوى؟ في الصباط ولا في الكرعين؟ إيه التقوى في القلوب. ولذا قال في الحديث، قال في الحديث التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ولا ينظر إلى صوركم. هذا توعنا نتاع الصحراء وهذا نتاع الشمال، تختلف الصورة نتاعهم والألوان نتاعهم واختلاف ألسنتكم وألوانكم. كان فينا اللي يهضر العربية، وكان يهضر فينا الأمازيغية، وكان حتى من المسلمين اللي يهضر اللاتينية ولا الإنجليزية، ودخلوا في دين رب العالمين. هذه كلها من آيات الله، لكن ما تشوفش ليها خلاص. أكرمكم عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالناس مراتبهم عند الله بحسب ما في قلوبهم. وش في قلوبهم؟ في قلوبهم الإيمان وتقوى الله. واروح ونقرأ واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه. وين؟ وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. كي ولا هذا الأمر صعيب علينا، واش هو؟ باه نطهروا هذا القلوب، التخلية تخلي وتعمر، تفرغ قلبك من الحسد ومن البغضاء ومن الحقد ومن الشحناء ومن الكراهية ومن العداوة وتعمره بالحب والرحمة والشفقة والمحنة والرفق، تعمره بهذا. ها شوف كيفاه، انظر يرحمك الله، تفرغ وتعمر. حبب إليكم الإيمان، لما كان هذا الأمر فيه جهد أو ما يقدروش عليه الناس الكل، خلينا هذه المهمة اللي هي عظيمة وطلقنا الألسنة تاعنا كالثعابين إلا من رحم الله. اللي قلبه سالم يقدر يتكلم في غيره؟ لا يستقيم إيمان عبد
حتى يستقيم قلبه. ولهذا شوف في القرآن شوف قال إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال ومن كان في هذه أعمى. ورد بالك تقول هذا كل ما يشوفش أو أراد به عمى القلب. من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. لا إله إلا الله. وفي سورة الأنعام ما قال أو من كان ميتا فأحيناه. مش ميت راه تحت الأرض، لا 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 لا، هو حي يأكل ويشرب ويمشي. هذا ميت بالكفر، ميت بالكفر. هذا قال عليه ربي أو من كان ميتا. جاء النور تاع الإسلام وجاءت الهداية وجاء القرآن فأحييناه. حيا هذا القلب بماذا؟ بالدين تاع رب العالمين. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. حياة قلبك بكلام ربك وبكلام نبيك صلى الله عليه وسلم. القلب يقول لك روح للطبيب يعطيك الدواء تاع الاستومه تاع المعده. هذاك الدواء يسلم المعده هذيك ويحفظها وتحيا المعده هذيك بسلام باش يحيا القلب ويكون في سلام بكلام الله وبكلام رسوله. علاش كلام الله وكلام الرسول؟ لان كلام الرسول عليه الصلاه والسلام كلام الرسول راه وحي. ردوا بالكم تغلطوا بان فهموا مليح. عندنا الوحي القران وعندنا وحي السنه. الا اني اوتيت القران ومثله معه ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. أو كما قال عليه الصلاة والسلام القرآن والسنة الكلام اللي قاله رب العالمين قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الوحي اللي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان واحد البارازيت يدور هكذا باش طفيوا عليه الضوء يقول لك أنا أعطيني واش كاين في القرآن بركة محمد. كيف هو هذا الحديث كتبته أنتم واليهود وتلاقى البخاري مع اليهود في المكان الفلاني وقالوا هذه. هذا البارازيت انا مؤخرا واحد برك قال لي بعضهم يقول قلت له هذا 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 السؤال هذا السؤال يقول له راح يروح على روحه. هذا راه غير شغل هذا ما جابوه جواب علمي. هذا نقول له روح تروح خلاص. الامه الان يا ربي العزيز الامه مجمعه اجماع يا رب العالمين. الامه مجمعه اجمعت الامه. ذوك يجي هو يخرب لنا في البخاري وفي الموطا وفي المسلم والترمذي والنسائي وابو داود وابن ماجه والمسند والمعاجم والاطراف والمستخرجات يجي يخلط لنا ذوك فيها هو. الامه مجمعه مجمعه كي سيدي سبحان الله على قبول على قبول على وتلقت الامه بالقبول هذا الكتاب صاحب الامام البخاري. يقول الشيخ انا اذا كان في القران اعطيني لما كانش في القران ما نمنش بك. هنا نحوس كتاب بي انت. وراه عليه الصلاه والسلام قال راه يجيكم الزمان لألفين الرجل على تركته. ها هاي التركه يقعد هكذا يقول لهم هاتوا ما في القران اعطيونا واش كاين في القران برك. وهذو اللي راهم مسميين ارواحهم ذوك بالقرانيين يقول لك احنا تاع القران برك. يا شيخ هذاك القران القران اللي راك تقراه لو كان ما توليش للنبي صلى الله عليه وسلم هذاك القران يا ودي ما تنجمش راح تعطل لنا شريعة راح تعطل لنا أحكام راح تنحي لنا الوحي اللي وحاه رب العالمين راح تنحيه من الوجود إذا قلت هذا الكلام. مثال بسيط برك بسيط بسيط. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة. هيا نصلي نصلي أقيموا الصلاة نصلي. لو كان يقول الله أكبر نقول له بحب أحبس. من أين أتيت بهذا؟ لأن رب العالمين قال أقيموا الصلاة وقال ربي اركعوا مع الراكعين وقال اسجدوا. الركوع نركعنا السجود سجدنا. سمع الله لمن حمده هذا في القرآن. ها ورفع اليدين حذو المنكبين وتكبيرة الإحرام تحريمها التكبير والتحليل والتسليم الله أكبر هذا في القرآن. مش نصلوا بصلاتك. فمن أين أتيت بتكبيرة الإحرام وحنا في الموسم تاع الزكاة؟ طيب قال وآتوا الزكاة جينا نخرجوا. الأنصبة مذكورة في القرآن الكريم. أنصبة المال والأنعام والثمار والحبوب هذه وهذه وهذه أين ذكرت هذه؟
هذه ما هي مذكورة في القرآن الكريم وذكرت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كاين واحد الناس أنا شوية في اللغة هذيك تاع البلاد اللي منيه أنا شوية تعبان حالي فيها يقولوا يديروا لانتيريسون يحبوا يولهوا الناس ليهم يعني يحبوا يلفتوا أنظار الناس. قلت اسمع كاين في القرآن هذه يقولوا ما كاش آية في القرآن مش بيه ويجي واحد غدا زعما يقول لك أنا أعطي لي آية تقول بلي الخمر حرام يا خيرك يا ربي الله يبارك عليك الله يبارك عليك تركنا في الدنة راية الجهاد ورايح تخرج لنا اليهود من القدس ياك وتردها إلى حوزة المسلمين قال لك هذا الشغل هذا نعطيك آية من القرآن تقول باللي الخمر حرام ولهذا مليح الإجماع الإجماع قولوا أجمعت الأمة واللي أجمعت في الأمة تناقشوا فيه ها قال الكتاب والسنة ايه قالوا الإجماع أجمعت الأمة على هذا وصار معلوما بالإضطرار من دين الإسلام أناقشك في هذا الموضوع هذا نقاش فيه ولهذا الآن كما قال الشيخ قبيل قال عنوان المحاضرة يا راي كبرتوا العالم برك يا ما إلى محاضرة الأول الشيخ رشيد جاي دردش معكم كلمات يلقاكم في سبيل الله يذكر روحه ويذكركم منتوما ونتلاقوا على طاعة الله ونشوفوا وجوه الخير ونتعارفوا ونسلموا على بعضنا وندعوا لبعضنا والذكرى تنفع المؤمنين وبسلامة من بعد بسلامة تربح أتى الله بقلب سليم كي كانت الحالة عجبة في تربية النفس وتزكيتها وطهارة القلوب من أضرانها الحالة عجبة شافوا الحالة قارصة عمدوا إلى واش خلاه اللي طالبهم به ربي وعمدوا إلى أشياء الله تعالى ما أمرهم بها سبحانه وتعالى طهر قلبك نقي صدرك باش بالوحي بكلام الله وبكلام الرسول وهذا القلب اللي راه في صدورنا يتقلب علينا حواله نهار تعبان ونهار يمشي ونهار يجتهد ونهار يصاب بالفطور وكاين والعياذ بالله هذا الله يبعد علينا وعليكم يصاب بالانتكاسة باش ما نوصلوش لهذا المحال كاين واحد الوسائل وأذكرها باختصار شديد يسموها وسائل الثبات باش يثبت القلب على دين ربي سبحانه وتعالى يبقى في الصراط الوسيلة الأولى بإجازة كاين حاجة اسمها الفضل تاع ربي ربي يتفضل عليك وربي من عليك علم الله باللي انت انسان فيك الخير ربي علم الله ان فيك خيرا طيبة قلبك نيتك صادقة انسان مبروك وين تروح حيثما حللت وارتحلت انت كالغيث اينما وقع نفع ودار ربي يكتب عليه يدك القبول والناس الكل تسلم والناس الكل تدعي والناس الكل تضحك وتبتسم وجيتهم وحطيت رحالك فيهم والبركة ورحمة رب العالمين لما كان هذه النية طيبة مش خبيثة قال ربي في القرآن الكريم من سورة الإسراء لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا لولا أن ثبتناك هذا القلب هذا ثبتنا لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا ثبتناك هذا الثبت هذا فضل من الله ولهذا أنت لما تمشي في الطريق ورد بالك تقول أنا جبت هذا بجسمي والعضلة تاعي وفهمتي وبيت نقرأ والشيخ والبخاري والموطأ والشروحات قل هذا من فضل الله علي ورد النعمة الرب العالمين إذا أول شيء فضل الله على عباده والأمر الثاني الدعاء من سورة آل عمران ربنا لا تزغ يا ربي لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وفي الحديث الذي تحفظونه جميعا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على وجاء في رواية يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعته ولو زوج الأمر الثالث القربان القرآن الكريم واللي راك قاعد معايا هنا بالك برك أنا ننصحك بالك برك يطلع عليك الفجر وتغرب عليك الشمس ويطيح الظلام والليل وتروح ترقد
وما رأيت وما نظرت في المصحف. فمن وسائل ثبات القلب على الدين والطاعة والالتزام والاستقامة القرآن. وقال من سورة الفرقان: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. رتلوا القرآن، قرأوا القرآن. ومخبروني جماعة قبل المغرب راه كاين مدارس قرآنية في هذه الولاية الطيبة المباركة. هذا يعلمنا الحفظ وهذا يلقنا الأحكام. فنرتل القرآن ترتيلا، ما معنى ترتيلا؟ بمعنى نجوده ونتقن التجويد. واللي صلى بنا قبيلة هذا ما جاش من مصر ولا من اليمن ولا من الشام وحمي البندير، هذا وليد الجزائر، وليد الجزائر. والأصوات حافظت القرآن. الآن رانا عالميا عالميا احنا الأوائل في حفظ القرآن يا ربي، ولكن احنا حقارين لبعضنا. الأوائل المسابقات العالمية الدولية اللي راهم يديروها في الإناث والذكور، بناتنا هذيك البنت تاع المدية خرجت العالم كل، خرجت هي الأولى. وكرمها الوالي الله يجزيه بالخير، وكرمها السلطات المحلية، وكرمها الناس أهل القرآن، الأولى بنت الجزائر. وهذاك اللي ادى الجائزة الأولى في القرآن وليد الجزائر. والآن كاين الترتيل في الجزائر، وكاين التجويد في الجزائر، وعندنا رواية، عندنا رواية في الجزائر. كي تروحوا لمكة، إن شاء الله تروحوا لمكة، اللي راح يعاود واللي ما راهش يروح، في مكة وفي المدينة عندهم مصحف واحد. أنت تحب تشري مصحف، توقفوا على باباك ولا يماك، تحطوا في الحرم، تولي في العصر ما تلقاهاش. وأنت شريت رواية ورش. والرواية ولا القراءة المعتمدة في الحجاز هي رواية حفص. أنا مانيش ننكر هذه الرواية تقولوا أو جليلة قال لا كاين حفص، كاين ورش، كاين ما شاء الله. لكن الرواية المعتمدة هنا هي ورش. وفي وقت مضى قريت محات الرواية هذه وحلت فيها محل هذه رواية حفص، واستوردوها وجابوها وفرضت علينا. وهذه البلاد ما عندهاش رواية، ما عندهاش القراء. واليوم الحمد لله راهم يقراوا في ورش، ويقراوا من طريق قالون ومن طريق الأزرق والأئمة والمحاريب. والرواية الله يبارك، وأنا تعجب وأنا نقرأ بيها باش نهنيكم من ضب. أنا نقرأ كما قال ربي في القرآن الكريم: أنتم أشد خلقنا من السماء بناها. هكذا. وساعات نلقى في الآية واحدة نلقى ست حركات على بعضها، ستة وستة وستة، ونجيب ستة على ستة على ستة. وأعتز بهذه القراءة لأنها قراءة النبي. يدخلوا هذا للناس. واش ماهيش بدعة. قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. جماعة قرأوا القرآن، عمروا أوقاتكم بقراءة القرآن الكريم. اسمع وقرأ. تلقى واحد كيما هذا اللي صلى ذكا، هذا الأستاذ الفاضل، قال أخويا احنا رانا قاعدين جماعة سمعنا من كلام الله. أنا والله غير في المغرب قلت إن شاء الله ما يسكتش، هو كان يقرأ من أواخر المائدة. ولكن الصلاة كاين المريض، وكاين اللي عنده حاجته وماهوش لازم الناس تقول تحضر، وكاين اللي ما يقدرش على الوقيف، بصح لداخل قلت الله يبارك. قال سيدنا علي الصلاة والسلام قال عبد الله بن مسعود، قال له اقرأ علي شوية القرآن. فاستغرب عبد الله بن مسعود قال: يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل؟ نقرأ عليك القرآن وربي أنزله عليك. قال إني أحب أن أسمعه من غيري. وحنا نحب نسمعوه من غيرنا، حنا نقرأه، ولكن غيرنا حبهم الله بالأصوات الجميلة. إنك أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: لو علمت أنك تسمعوه لحبرته لك تحبيرا. وقرأ عبد الله بن مسعود واستفتح من سورة النساء حتى جاء إلى قوله تعالى، وهنا المخاطب هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم،
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال النبي حسبك. قال سيدنا عبد الله بن مسعود قال شفت النبي يبكي والبكاء نتاعو على خده حتى بل اللحية نتاعو، قال له حسبك. شتو واش دار القرآن؟ القرآن يبكي ويخشع ويرقق القلوب. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع؟ إيه واش اللي يخشع؟ قلوبهم لذكر الله. هاك شوف اسم هذا، كاين فضل الله عز وجل وكاين الدعاء وكاين ترتيل القرآن. كيف نحبسوا الشيخ شوية ما نطولوش، ما إن شاء الله يا ربي نتلقى في ساعة مبروكة. هما هذو الوسائل هذو السبعة، أنا فكرت لكم منهم ثلاثة ولا أربعة، وبالك إن شاء الله في مناسبة ولا تلقوا ها بإذنكم بإذنكم. ربما فينا واحد مريض، ربما فينا، والنبي قال أو النبي قال اقتادوا بأضعافكم، بقى نكونوا واضحين. أنا كي يكون صلي بهم هاني نحب نقول شوية وبعد نقول لا لا كاين واحد ما يقدرش. اقتدوا بأضعافكم، هذا الإمام، هذا الإمام اقتدي بضعفنا، فمن ورائه المريض وصاحب الحاجة. وكاين اللي طولت عليهم بعد يخرج من المجال تاع التغطية، يولي يخمم في شغله ويولي يقول وقتاش يسلم. فاقتدوا بأضعافكم وإن منكم لمنفرين، ما جايش يصلي عنده. علاه يا خويا؟ قرر ربع منه ربع منه ورا، واش راح حاسب روحه؟ وصح واش راح حاسب روحه؟ قال العلماء إلا إذا وافق الجمع، هذا الجمع هذا وافقوا إمامهم ولا يتحرجون، وهو يطيل عليهم. من الوسائل التي تعينك على الثبات أن تذكر قصص الأنبياء. من قال نتلع عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. لما تقرأت عن رسول الله الكرام عليه الصلاة والسلام وتشوف وش وقع وش كان والدعوة والتبليغ والمحن والإحن والبلايا والرزايا، هذه كامل تعين على ثبات القلب. ومن وسائله استماع المواعظ. وكي تسمع الموعظة، حنا لكن كون داير خطبة لتحت في الرويس في الجامعة نتاعي، الجامعة نتاعي يعني سامحوني على الكلمة هذه ماهوش داعي اللي نخطب فيه، كاين جماعة يقول لك شو اليوم الجمعة وسمعهم والله غير عطالهم، ونزيد نخرج يقول لي اسمع زيد لهم. وانت شكون؟ انت خارج مجال التغطية يرجى إعادة المكالمة ولا؟ مصيبة هذه. وانت شكون؟ شيخ رشيد اليوم فاجئت لي قلبي كيف سمعتهم لي وانت ما سمعتش؟ انت لم تكن من الحاضرين. وكان يقول لي شيخ رشيد قصة، واش القصة؟ انا نطلقوا في البومبة دينا ولا؟ والله المستعان هو نادي لسويس. الموعظة كي نقولوها احنا قلناها، لكن العبرة من ورائها. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان شد لهم لكان خيرا واشد تثبيتا. هذا مما يثبت قلبك هو سماع الموعظة والعمل بها. وبالحراء ومن وسائلها خرج صدقة. صدقة الصدقة مدها بينك وبين ربي. قال ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، حتى ذيك الصدقة تشفع لك عند الله فتكون سببا في ثبات قلبك على دين الله. هذا واش عندي نقول الليلة، ومرة خلاف إن شاء الله ربي يطول الأعمار في طاعته، نتلاقى في ساعة مبروكة. إذا أصبنا فهذا فضل الله، ما كان حتى، وإذا أخطأنا قبل ما نوضو إني أستغفر الله على ما بدر مني من خطأ أو سهو أو نسيان أو، والله نسأل. هذه دعوة مباركة ندعو بها رب العالم. والدعاء كاين ولا ما كاش؟ أو الدعاء بدعة 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 يا ربي العزيز ولي يزيد ديه مبتدع. يا ربي هذا من المتواتر، يا ربي العزيز من المتواتر من المتواتر. أنا صليت بيني وبين ربي، هزيتو ما هزيتهم ليك أنت وطلبتك أنت وترجيتك أنت، هذو كي نهزهم أنا كي نهزهم
العالي عز وجل، العالي عز وجل يقول يستحي، هو يستحي منك انت ان يردهما سفرا خائبتين. الدعاء كاين ولا ما كاش؟ يا الله غير ما ندمروا في الفجوات هكذاك برك، وما نجابين خبر لعمرنا. ولهذا الله يعلمنا، الله يعلمنا الدين، والله يفقهنا، والله ياخذ بايدينا الى سبيل النجاه. الدعاء اولا نثني على الله، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ويرضى. وبعد الثناء اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح أحوالنا وأصلح هذه الجزائر النوارة، هذا البلد الطيب المبارك هذا، اللهم أصلح لنا جزائرنا يا رب العالمين، وأمننا في بيوتنا وأوطاننا، وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. أهدنا يا ربي، أهدي شبابنا، أهدي نساءنا، أهدي أزواجنا، أمهاتنا، أبائنا، اللهم أهدنا صراطك المستقيم. اللهم بصرنا بعيوبنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم وفقنا لعمل صالح يرضيك عنا والدرس تعلينا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق، من الحقد والسمعة والرياء والشهرة والزعامة وحب الظهور والحسد. اللهم طهر قلوبنا من هذه الأمراض وأنزل عليها الدواء، القرآن، السنة، المحبة، الحب، الرحمة، الشفقة. اللهم اجمع بيننا في طاعتك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وارفع بفضلك كلمة الحق والدين، واجعلنا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. وصل يا ربي وسلم وبارك على من بعث فينا رحمه للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله يكثر خيركم، والله يرحم والديكم، والله يستركم. كبرتوا بنا الله يكبر جانكم، وقدرتونا الله يرفع قدركم، والله يفتح عليكم باب الخير ويسهل اموركم، والله يجعل خير ايامكم يوم تلقون الله، وخير اعمالكم خواتمها. بالمسؤولين، بالحاضرين، بامام الجامع، بالشؤون الدينيه، كبيركم صغيركم، الجماعه نتاع الامن، كل الناس اللي حاضره وفتحت لنا هذا المجال، الله يفتح لكم طريقا الى الجنه. واذا ما تلاقيناش هنا هاني نبشركم، سنلتقي عند الله. وين؟ أو تقولوا الشيخ أو بداية، أو الشيخ تقرمدة، أو الشيخ ضرب فيها أبنا. سنلتقي في الجنة بإذن الله. وكي نقول لك، لأن الجنة ماهيش مديورة للكافرين، الجنة مديورة للمسلمين. وحنا شكون؟ أو كاين عندهم شوية فهمة، حبوا يخلطونا وحبوا يخرجونا من الدين ودخلونا الهجرة والتكفير، والتكفير والحاكم والحاكم، ومن لم يكفر الحاكم فهو كافر. واحد الخلوطة ورامي عمو في بلاصتهم برك، مكانك تراوح، احنا مسلمين، وربي أعد الجنة للمسلمين، والله يلقانا في جناته جنة النعيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شيخ الجامع سامحني برك يرحم والديك، راك كولاك يعني، راك زميل. السلام عليكم ورحمة الله. الله يوفق إن شاء الله.